طيب برأي حضرتك ايه هي لعبه المباراه؟ زي ما اتعودنا في استوديو الابطال بنختار رأيي لعبه المباراه. ان لعبه المباراه الدنك اللي حطه احمد حمدي. الدنك اللي حطه احمد حمدي في الشوط الرابع. الشوط الرابع في اخر اللي هي دي يا كابتن اهي. اللي هو عمرو عزب طلعها له خدها احمد حمدي وكمان نط من عند الدوت لاين بتاع اليد فهو يعني نط من بعيد. اذا دي حضرتك شايف انها لعبه المباراه ان هو دي كان تستحق. طيب عشان صحيح. كان معاه دفاع مثلا يا كابتن كان معاه دفاع وانه واخدها من بعيد وقدر ان وطبعا الباصه كمان الباصه كمان من عزب وكمان يا كابتن برضو احمد حمدي فيها حاجه بياخد تيك اوف عالي جدا من مسافه ما بيقلقش من اللي جنبه لا 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 بولد كويس يعني بصوا ما شاء الله نطت من بره السيمي سايكل السيمي سيركل بتاعه الحلقه تحت يعني لو عدناها تاني يا جماعه ممكن نجيبها هتلاقي احمد حمدي نط من قبل السيمي سيركل اللي هي الدايره النص دايره اللي تحت الحلقه هو نط من قبل من قبلها من عند الخط المنقط بتاع اليد خدوا بالكم بص ما شاء الله نط من مسافه بعيده كابتن سلعه وفعلا يستحق اذا دي لعبه المباراه ونتمنى يعني ان شاء الله احمد حمدي عامل موسم جاي جدا يا كابتن انا بس عايز اقول ان إيهاب أمين في الشوط الثالث والرابع بدأ يرجع لمستواه بس لسه منتظرين منه كتير لأن إيهاب أمين طبعا بيمثل مركز ثقل في النادي الأهلي مهيب كان راجع من إصابة بدأ يظهر شوية إحنا لعبنا برضو دفاع رجل لراجل بودي حسام ومؤمن طارق خيري أعتقد إنهم محتاجين وقت شوية عشان دولت الاثنين لعيبه كويسين ولعيبه تقال بس محتاجين وقت وانسجام وباللعب يعني من الوقت هيديهم خبره